مساكم الله بالخير، ردينا لكم مع نقصة جديدة. اليوم عاد ضيفتنا مو ضيفة عادية، أخصائية تغذية. بتقولي الحين بس دهن بس ملح. وجد العثمان حياك الله. الله يحييك، مشكورين وايد على الاستضافة سالفة مباركة وعلى النقصة اللي بتسوونها. الله يسلمك. ونشوف ان شاء الله باخر الحلقة حق منو نوديها ان شاء الله. عاد هذه انت وتصرفك، احنا بنسوي نقصتنا اليوم. وجد قالت انا ما عندي تحفظ، سووا اللي تبون اليوم، اخذوا راحتكم. يعني لا تقول انا ما راح اقول لك دهن ولا ملح ولا كذا، ادول على قولتها يعني كل واحد يقدر ياكل من اي شيء بس بمقدار كميات صغيره. كميات صغيره، المهم انه يذوب كل شيء، ما يأذي عمرك. ونبي طعم حلو بعد. نعم اكيد. نبي طعم حلو. انا كان اقول لكم لا تاكلون، ولا نقدر على قولتهم نمزر السلطه الكثره فوق حبيبه عيش ثاني ما يبين طعمه. ما عندنا مشكله، لا ما يبين كلش. المهم واحنا نطبخ بنسولف مع وجد، بتقول لكم عندنا اليوم طبخة طبخة شعبية كلش، اللي هي كبسة سعودية. بنسوي الكبسة على طريقة القصار، وبنسوي وايد الناس أعجبها سالفة الشت في المحشي بالفقع. فقع ما شاء الله. أنت سويتي عنا حلقة عن الفقع وفوايد الفقع. صحيح. إحنا ما يدوره بنسولف عنه، بس أول شيء يا مدام كماري تفضلي. اول شيء بعد لكم يبقى الاصناف الطبخه اللي عندنا نشتغل فيها اليوم. عندنا الدياي مقطع طبعا كماري مبهرته، البهار اللي استخدمناه اللي هو هذا، كركم، دارسين، كاري، هيل، وبزار البيت المخلوط اللي هو كمون وفلفل اسود وشنو بعد وياه، وكزبره. كزبره ناشفه. هذا بتاخذ من هذا شويه، فانا بالعماله خليت واحده عندكم هني كاهيه. وعشان الدياي ياخذ لون حطينا شويه زعفران وماي وشويه صبغه زعفران عشان نسوي حق الدياي. الحين بس بشب الجوله وبحضرها عشان يحمى الجدر، وارد لكم بعد شوي يكون حمى جدري ونسولف مع وجد. الحين بنرد احنا حق بسم الله عليكم عن التصلب. ورق الغار، دارسين، ستار، مسمار، شويه هيل بالحمسه حق الكبسه. صار متناسق، ها؟ حمسه وكبسه. انزين، وعندنا شويه ثوم بس القفشه، وزنجبيل، هذا الزنجبيل، وهذا الثوم، وهذا البصل، حبه ملح لازم عشان يستوي. راح نزيد الملح بعدين بعد شوي. فره فرتين تطلع ريحته، وبعدين فلفل اخضر. طلعت الريحه. اي انا اقول لكم هذا طباخ البر كله عفاس على دفاس. خلصتي من هذا حطيهم وياهم. كماري كاشوف بهرت الدياي تشوفونه كهوه. الحين عقب ما تبهره حط عليه شويه الزعفران عشان حمسه مع الحمسه هذه. اي نعم. الحين تحطه فوقه وبعدين تشيله. ايوه حطه ومرق عليه. اي بس تعرق شويه اخذ الطعام ومرق عليه. يلا فركي بالزعفران، صب الزعفران كله، خلي شويه هذا حق تالي. حط ايش دعوه له بالزعفران كذي كماري؟ هذا حق وجه الجدر. تحط الخلطه هذه على الدياي عقب ما يستوي يصير وبعدين دخله الفرن. أي. بس شنو افضل؟ أنا لأني هم أبي الطعم هذا يروح كله نعم. الحين حمسها، وعندنا البهارات مشكلة اللي بهرنا منهم الدياي نفس الشيء، اللي هم شوية كركم، شوية دارسين، شوية هيل، شوية كاري، وبزار مخلوط من كل شيء. حبيبة حبيبة. أنا أقول لوادم يكون حبيبة، حبيبة يعني قليلا منهم. شوية. بس عشان يعطينا النكهة اللي احنا نبيها. الحين جاهز؟ تمام، بس ابي احمس الحمسه يطلع ريحتها عدل. شويه ها؟ لا الجزر بعد شوي. الليمون الاسود اللي هو اللي يعطي طعم الكبسه يعني، غير العدل مكسر بعدها. واكو ناس يحطون الفلفل الحار فيها، احنا بنحطه عقب ما بيها تصير كلها حاره.
انزين ابو داود عندي سؤال. تفضل. لما تطحن اللومي نعم تشيل منه الحب داخله؟ لازم يعطي لان اذا ما شلت يصير في مروره. اوكي. فعندنا احنا لومي مطحون نعيم وعندنا لومي هذا على قولتهم ميلف بس بس كسر نشيل حتى راس اللوميه الطرف يكون في مروره نشيله وي فنخلي بس اللب الداخلي. ظهرت الريحه الحين؟ ريحه الحمسه وعندنا المعجون معجون الطماط البتر تقريبا معجون طماط وبعدين الطماط هنفره بس شويه عشان ياخذ الطعم الطماط حطه راهي لان هي اسمها كبسه حمراء فلازم الطماط يصير فيها راهي الحين نخليها شويه تقريبا دقيقتين ثلاث دقائق بس يضمر الطماط عشان ننزل الدياي ونكمل حمسته ونصب عليه الماء يطبخ بس انا بدأنا نشتغل كذي الحين مكوناتنا اللي حطيناها مو كلها مفيده؟ والله كلها مفيده انا الحين توني بقول لك يعني صح احنا حاطين دهن اي وانا بالنسبه لي هاي كميه الدهن شويه زياده نعم بس انت حاط مضادات اكسده نعم كميات توني بقول لكم انا بيكم تسمعونها منها من خبيره التغذيه يقولوا ليش تحط في اكلك وايد فلفل اخضر؟ فلفل اخضر مفيد يا جماعه والله جداً مفيد جدا وحتى الطماط في ماده الليكوفين اللي هي مضاد اكسده وايد عالي نعم ويحمي من الامراض السرطانيه شفتوا شلون؟ وعلى فكره احنا نستفيد من الطماط لما نطبخها ولما يكون في دهن اكثر لان هذه الماده تطلع لما يكون في دهن فلما ينطبخ الطماط فائدته اكثر فهذا شيء يطلع شيء يطلع إيه؟ اي مثل ما يقولون الحين لا تشربون يا جماعه عصير الليزر بروحه لازم تخلطون وياه يا حليب تخلطون وياه شيء ثاني عشان يطلع الفائده مالته نعم إيه؟ وبعدين طبعا انت سويت كل البهارات اللي استخدمتها ابو داود وايد مفيده اللي هم دارسين دارسين وحتى الكاري لان الكاري اصلا فيه كركم واحنا صرنا نقول دائما ان الكركم يقلل من الاصابه بالامراض السرطانيه انتيبايوتيك لنا فيه الانتيبايوتيك إيه نعم. والانتيبايوتيك الاكثر اللي هو الثوم يا حلوها والله وجهه لا حد يقول لي ترى ها شو طبخي كله فايده كله ممتاز يعني اكثر انتيبايوتيك حطيته الثوم والبصل وبصل والزنجبيل والزنجبيل نعم فيعني لا طبخه صحيه صحيه ما شاء الله بس طبعا صحية. احنا نقول للمشاهدين اكلوا على راحتكم لان في صحيح شفتوا السمن انا حطيت شويه والباقي زيت مع ان هذا افود من الزيت اللي هو الزبده هي المشكله وداود الكميه اللي احنا ناكلها مو المشكله بمكونات الطبخه يعني لازم الطبخه تكون مكوناتها حلوه عشان الواحد يقدر ياكل اكيد اي شيء كذي صحيح يعني على قولتهم باسج ما في طعم ما يستوي الحين انا بنزل ليزر اللي هو اساسا عشان يعطيها طعم، اكو ناس يحطون قطع انا احب احطه مبشور يعطيها الطعم كله، شكرا. هم ينحمس وياها شويه واخر شيء الدياي ومرق عليه. سالناك انا سالتك قبل ما نصور على موضوع انه ما تمتنون بالبيت، احنا نشوف السنابات مالتك بداود صادقه فنشوف ما شاء الله ما شاء الله على كل الوجبات كميه الاكل والانواع اللي تطبخونها وايده فدائما نسال انزين هذا يعني اكيد يسوي سمنه بالبيت اي احنا عندنا سمنه ما عندنا سمنه بس ان الحين بيتنا صاروا كلهم مكممين إيه. ما شاء الله ما شاء الله بس يعني ان هالكميه مو بس حق بيتكم اكيد في ان نعم صحيح إيه. انا يوني ضيوف على الغداء دايم يوني ضيوف على العشاء دايم وبعدين ما شاء الله البيت في الشغالين وفي الدنيا كلها فهم الناس طبعا ما راح اصور لكم الدنيا وهي تاكل اصور روحي اكو ناس ما يرضون يطلعون كل يوم يقولوا رازين ويهم على الغداء مجابلين صدق إيه. الحين تقريبا استوت ايش بسوي الحين عندي الماء يغلي وعندي اللومي الاسود اي يطيناهم داخل وعقب ما اصب الماي الحار بخليه شوي عشان احضر حق الطبخه الثانيه في طول ما هذا يستوي عشان نسوي الكبسه او الكبسه على قولتهم. هذه الاكله السعوديه المفضله عندهم؟ نعم الحين صارت عندنا كلنا والله الخليج كله قام يطبخها. شنو اكلتهم الثانيه اللي هم مشهورين فيها؟ اكلات السعوديه عندهم السليق اللي هي يطبخون اللحم مع الحليب عندهم
المطازيز اللي هو مثل المرقوق ولد عم المرقوق بس قريسات قريسات صغار يحطون مع الخضروات وايد مفيده اكلتهم هذه مات المطازيز اللي يسوونها عندهم المرقوق مرقوقهم تقريبا مشابه حق مرقوقنا بعد نعم عندهم اكلات غريبه وانا اتمنى ان شاء الله السنه نسوي منهم عندهم اكله يسمونها الباديه او المثلوثه اللي يحطون ثلاث طبقات بالصحن جريش وخبز تشريب ورز ولحم او دياي من فوق يعني وسوونها نفس اكله ثقيله لكن اللي جربوها من ناس طباخين مهره يقولون وايد لذيذه وايد حلوه وفي اكلات وايد في طبعا اكلات اللي بالتمر الله اكلات التمر عندهم اشكال الحنيني وغيره اللي يسوونهم بالسعوديه فانا اسمحوا لي هالسعوديه بس ان شاء الله ان شاء الله بنحاول نحط كم اكله من اكلات السعوديه غير الكبسه طبعا الكبسه هي صارت مشهوره حتى وين ما تروح تلقى كبسه في اي اوتيل الحين اي اول ما حاجه تقول لك كبسه اي بس ونخليها تطبخ بنزود ملح اذا تبي لها ملح ينضد الدياي انا الدياي ما اخليه ببطنها اشيل الدياي واخليه يتحمر بروحه بالفرن وهذه اجبس عليها العيش اي نعم كذي ونرد لكم بعد شوي طبختنا الثانيه وجد عندنا كتف الغنم هذا مشيول من داخل العظم شوفوا ابى اوريهم اياه يعني الناس يشوفونه بسم الله شوفوا شال لنا القصاب العظم من داخل وخيطنا اطرافه ايه عدل مخيط اطرافه مشيولها شوفوا يبين عندكم صاير مثل الخابيه هذا الحين كماري بتبهره بالبحار العادي ملح وكركم وشويه بزار ودارسين برا وداخل كله وانا بسوي الحشوه مالته الحشوه عندي بصل مكرمل هذا البصل اللي عشان ما اطول عليكم بصل مكرمل بحط الحين بحط شويه زيت خفيف بعدين بنزل البصل على طول وبحط له البهار ماله شنو شويه فلفل اسود اللي هو حق الفقع وطبعا لازم عشان يطلع طعم الفقع لازم زبده او سمنه فشويه سمنه وياه نحركه بس شويه انت تعجبون تقول ما في بهار لا الفقع ما يبي بهار وايد فرجايل طعمه يعني يحتاج انه يظل طعمه مثل ما هو البهار برا على اللحم بس من داخل خفيف راح تبهره والملح طبعا انا راح احط شويه بعد ملح هني بسم الله ويسالون شنو اللي يضيف ابو داود حق او يضيف سليمان حق الفقع مشروم ما يبيعون مشروم مطحون انتم خذوا الدراي مشروم وطحنوه انا قعدت اضحك الحليمه تقول علي منين تاخذه ما اخذه من اي سوبر ماركت دراي مشروم شيتاكي اي نوع اليابس طحنوه هذا معزز النكهه شلون بتحطون في اكلكم الفليفر هذا الفليفر يعطيها الطعم والحين بتشوفون شلون شلون تظهر ريحه الفقع كنه تسوي كنه تو جايبينه هذه من الاسرار اللي تستخدمها بوصفاتك ايه؟ الحين شوفي تطلع ريحه الفقع الحمسه مالتها حلوه هذا تقريبا كافي حق بطن الفخذ والباجي راح نحطه من فوقه فوق. اي نعم كذي هذه جاهزه الحشوه بس طلعت ريحة الفقع اوريدي مفيوح صحيح وهذا البصل مكرمل ما ابدا ما ياخذ وقت وطلع طلعت ريحته الحين كماري خلصتي من هذا انزين هذا الفقع اطفيه هني عليه شبيك تسوين تحشين الفقع طبعا عاده ننتظره يبرد تبوني انطره يبرد شويه واحشيه او انه نحشيه مثل ما احنا متعودين احنا بسرعه لان ندخله الفرن على طول لكن عاده نخليه يبرد عشان ما يخرب اللحم اذا نخليه مده طويله ليه داخل كله وقفي وقفي ايوه ايوه ينزل راح ينزل لانه راح ياخذ كميه من الفقع واللي يزيد ما عليه حطوه من فوقه لكن احنا نبي ينترس بهذه الحشوه اللذيذه اللي هي الفقع مع اللحم داخل الكتف شوف ايوه مسكي 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 الصحن مسكي الصحن هدي ماما هدي ماما زين بعدين كملي خياطه وترسي على ما تخيطه كماري وتترسه ايش عندي انا؟ عندي هذا الصحن بفرشه بالبصل
من تحت. اللي هو نسوي له مثل البيض تحته عدل اساس لا يحترق بعد. ايوه عشان واحنا نبي فنحط له بس بصل وشويه طماط وهذا الباقي بنحطه من فوقه تالي. بتشوفينه كله تالي استوى ذاب مره واحده. يعني ياخذ الماي من ال ايوه وماي الفقع اللي بنصبه عليه، ماي الفقع اللي بنصبه عليه وشويه من هذا البصل. بس ننظر كماري تخلص ونسدها هني وندزها بالفرن ونرد لكم بعد شوي. انا نسيت احط شويه زيت مساهني شويه خفيف بس عشان لا يلصق الماء على ما يحمى اللحم. وهذا الحمد نزاهبه على طول شوفوه عقب ما حشوه وخيطوه حطيناه داخل هنا. ايش بنحط فوق الحين؟ حط عندنا الفقع. نعم هذا الفقع اللي عندنا على طول مع الماي صح؟ مع ماي اي بزيده من شويه من الماي وبحط فوقه شويه بصل زياده. هذا البصل ها؟ لان هذا كله بيصير والطماط شرايح الطماط عشان تعطي الطعم. طعمه هم ينزل ماي ينزل الماي عليه. نعم اي هو كله احنا نبيه عشان عقب نحطه مع خبز رقاق نبي يطلع طعمه كله. انا صراحه تحمست وابي اذوق ذوق الفقع لذيذ ترى. اي كماري تعالي بنتي طعمه ها لذيذ. هاي شوف ما في شيء غير الزبده وشويه البصل المكرمل. صحه والف هنا. وانا نزيده شويه ماي اللي هو ماي الفقع نفسه ما راح نرميه نحطه هني عليه ونخليه يتحمر بالفرن ياخذ راحته على الراحه. ساعه تقريبا ثلاث ساعات تقريبا مو اقل من ثلاث ساعات على نار حاميه اول تالي على نار هاديه صحيح. بالراحه. نعم ايش عندنا؟ الزود اللي بحطه فلفل اسود. والسيكرت مالنا اللي هو الفقع المشروم الناشف عشان يعطي النكهه اللي احنا نبيها. وبس وهذا طاجن الفخذ اقول الكتف بالفقع خلاص لا زعفران ولا هيل ولا لويا كلها. اليوم طبخاتك سهله ابو داوود سهله صراحه سهله وتريح تفتنحط. اي نعم الحين بس شنو؟ ابى اشوف الدياي اذا استوى وين الغطاء ماله عشان ادخل الفرن. طبعا ابو داوود احنا انت تقول لهم على اساس ليش ما حطيت دهن وايد؟ في اللحم في وايد دهن لحم الغنم دائما هو اكثر دسم اكثر اللحومات اللي فيها دسم. واحنا ليش متعودين على طعمه؟ ترى وايد ناس ما يحبون يقولوا طعم اللحم فيه زنخه في شيء غير لحم العجل لحم يعني المواشي الثانيه لكن احنا نحب هذا الطعم صح وبالتبهيره مالتنا وبالتالي هو اللي يعطي النكهه الحلوه. بندخل الفرن على طول وبنخليه ياخذ راحته في طول ما نسوي الكبسه. بسم الله. انا خليت مكان يمه حق الدياي. نعم عشان انا ما ادخل الدياي. جبت الصينيه كماري مالت الدياي اشوفها. خلينا نشوف الدياي اذا استوى. لما اليوم الوصفات يعني بروتين اللي الناس اللي تبي تبني عضلات عجيب حق البروتين تاكل من اكلنا اليوم لان شنو بروتين اساسها بروتين الدياي على الفقع على اللحم عشان يعني نعرف بروتين ان دياينا اليوم استوى. بس احنا الفخذ ضامنين انه يستوي قبل الصدر بس بنشوف الصدر اول. بسم الله اذا الصدر يبدي يتفتت شوف عشان اوريكم اياه هني. لا بعد شويه نعم هو ها بدا بس يبي له تقريبا ربع ساعه. بنخلي ربع ساعه وتالي نرد نطلع نصفه بالصينيه ونحطه يم الفقع يستوي. الفقع فيه بروتين وايد. فيه وايد بروتين وطبعا ما في دهون. نعم. والياف جدا عاليه فدائما ينصحون الناس اللي ما تاكل لحم وايد الفيجيتيريان ان ياخذون من المنتجات اللي عاليه بالبروتين واللي منها الفقع يعني مثل البقوليات. الفقع واحد من المنتجات اللي دائما ننصح فيهم للناس اللي ما ياكلون لحومات. فهو يعني اللحم الرباني اللي رب العالمين سواه. صحيح صحيح. وبعدين فيه لان هو يعتبر من الفطريات. نعم. فهم في مضادات اكسده جدا طبيعيه يعني وايد مفيد للناس. بس شنو مشكلته انه مواسم
وبعدين سعره شويه غالي. مو شويه، وايد غالي. وايد غالي، بس احنا بداود وايد افضل من الدول الاجنبيه بالسعر. وانا قلت لك المعلومه قبلها، خلينا نقول حق المشاهدين، هذا بالثلاجه برا بدول الاوروبيه خاصه بايطاليا وبفرنسا، لما يلقطون الفقع ما ياخذونه يحطونه بكيس او يحطونه بصندوق، لا ياخذونه يحطونه مع العيش. ليش؟ لان في نكهه وايد عاليه، وعشان ما يفقد النكهه العيش ياخذ نكهه الفقع، فلما يروحون يبون يقدمونه بالمطاعم نفس العيش اللي هم حفظوه فيه يطبخونه على اساس النكهه تكون متكامله مع الفقع. ما يضيعون شيء يعني، مو ليه كلش كلش. حتى هم تذكرين هذه الفانيلا، الفانيلا بين هذه مالتهم قبل ما يستخدمونها يحطون هذه غرشة الشكر بالسكر، فيصير يعني شكر بالفانيلا ريحته. صح، شيء عجيب. نرد لكم عشان نسوي كبستنا عقب ما يستوي الدياي. دياينا خلاص، وانا اسف اني نطرتكم وايد، بس الحين بنشيله على طول عشان ندخله الفرن يتحمر. ها شوف، بدا ما قام يفصح قطعه قطعه على طول، وبشبس على العيش برايس كوكر اسهل واسرع. عدل، الرايس كوكر تاخذ وقت اقل بداوي؟ لا، احنا قاعدين لنا برا، فما يجينا هواء يمين ويسار ويلعب في هذا على طول. رايس كوكر جنبي، دائما احنا ننصح بداود الناس على اساس لما تاكل الدياي، نعم، لانه هو اخف دهن من اللحم، يقول بس شيلوا الجلد، الجلده. ايه، واحنا وعيالنا ما يحبون الجلد المقرمش. صحيح صحيح، هذا صار الطعم كله فيه. الحين على طول ننزله، بسم الله، اعطيني شويه هذه الزعفران. هذا كل اللي بنسويه على طول، ندخله الفرن يم اخوانه. بسم الله، اوف صارت حاره. لا والريحه ما شاء الله، يعني انا ودي المشاهدين يشمون الريحه. حلوه ها؟ وايد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلصنا، انا حطيت شويه هني سمنه حق العيش، بس حركه فيها شويه. في طول ما يتحمر الدياي احنا خالصين. لازم نفله شويه كذي بالسمنه على لا عشان لا اعطيني يبا بيز عن هذه وايد كبيره. بسم الله. وعلى طول البيز الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كم شيل اكو ماري؟ اربع؟ اربع. خف من الماي شويه. شلون نعادل الماي بالنظر؟ انا والله ما ادري صارت الحين عندي، بس هو اساسا لازم يكون تقريبا صبع فوقه، صبع ولازم توقف القفشه فيه. فيعني كافي اذا صارت سايحة يبين، اذا حركتيه يبين، ما يصير وايد فوقه. انا عاده احط شويه سكر حق الرز هذا اللي هو يسمونه مثل رز البخاري او رز الكبسه، فشويه مو وايد، يعني تقريبا قفشه او قفشه ونص بس، يعادل الطعم ويعطي طعم لذيذ. رد لكم. جهزت وجبتنا، وهذا الكتف جاهز. هو شو بنسوي الحين؟ بس بنشيله من هني ونقعده على الرقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله عاد ما ينكسر، انا ما بينكسر. لا اله الا الله. وهذا الفقع ماله فوقه. داود اليوم انا للحين ما ذقت، بس احس ان كليت بكل الحواس.
ساعة المباركة. الريحة والشكل والسمع أصوات الدي آي هو قاعد يستوي يعني ما شاء الله ما شاء الله تسلم إيدك. الله يسلم عمرك تسلمين. أرد أحط عليه هذا الماي ماله. كذي تقولوا لي في مساء في البصل راهي هذا البصل والطماط هو معطينا الطعم كله. بعدين ذاب مو مبين وايد. ها؟ مو مبين وايد ذاب. إي ذوب. هذا كذي عليه الرقاق وكذي. ونغطيه على ما نخلص وجبتنا الثانية. بسم الله. الحين نجيب العيش يمي. بسم الله. أعطني معقول العيش بابا. طبعا أنا حطيت فوقه التواقيع على قولة أختي مبارك. هاي التواقيع شلناهم حق الزينة واللي يبي اللي يبي حار. مو بس زينة، زينة وفايدة. زينة وفايدة ها؟ إي طبعا. إي هاي ترفع معدل الحرق بالجسم. الفلفل ممتاز. كماري تحوس من ساعه انت قالتها في شيء بالفرن. ايه كماري بس عفية تطلعين لي النقصه اللي انا جايبتها حق ابو داوود. الله عشان نشوف نتعرف عليها بعد. يا سلام. هذا ورق الغار شيله عنه. هذه ابو داوود حقك من ايد الوالده سوتها. سلم دياتها. هي اكله لبنانيه مشهوره وايد بلبنان. اي يسمونها طاجن السمك. طاجن السمك. انزين احنا العاده طواجن طماط وبصل وهذا هذا انا الحين توني من شوفتي له في شيء ثاني غير هو هرده. هرده اساسه هرده ومسوينا لانه مع سمك مسوينا على ماي السمك ومعاه طبعا كل الفاكهه الحمضيه. الله. برتقال افندي عندك بعد اللارينج حاطين معاه عنب خل ما شاء الله ليمون ما شاء الله فان شاء الله تذوقه معانا وتعطينا رايك بعد ان شاء الله. هذا الدياي تحمر. طلعي كماري طلعي خلينا نشوفه. هاتي هالصب. ايوه احنا بنقول شغله بس حق المشاهدين ابو داوود الناس اللي طبعا الاكل ريحته تينن. نعم. ما يبي له ولا تغييره بشيء بس الناس اللي حابين دائما نقول المكبوس او اي شيء مسوى على عيش دياي على مرق الدياي او ماي الدياي او اللحم. نعم. اذا الناس تبي تقلل من كميه الدهن ممكن ما يحطون كل ماي الدياي او ماي اللحم. عدل. يعني يسوونه نص بنص. يخفونه. إيه؟ وايد ناس يسوون كذي. لما يكبسون العيش. نعم. اساس انه يخف كميه الدهن اللي موجوده فيه. عدل عدل. بس الناس اللي تبي الطعم العدل لا تسويه كامل. كامل. نفس ما هم وياكلون عاد كميات بسيطه منه. ما شاء الله. ما شاء الله. انا لازم اذوقه هذا شيء غريب. لازم تذوقه وتعطينا رايك فيه. الدخله بعد ان شاء الله بالوصفات. صدق طحينه. طحينه. وحامض حلو التيست هذه باخذ الوصفه بسوي لكم اياها عجيبه. ان شاء الله ان شاء الله يستاهلون مشاهدينا وتستاهل بداوة. الله يسلمك. شوفي حطينا على الرقاق عشان يصير طري شويه. فالحين هذه وجبتنا كملت يا جماعه. نقدر نكشف كذي عنها صوب واحد. شوف شلون يصير لين كثر ما نخليه زود يصير لين الخبز. نقدر طبعا نشيله وقت الضيوف ونخليه على كتر. وقبل لا نختم نشكر اول وجد ما قصرتي علي. شكرا لكم على الاستضافه صراحه انا استمتعت وايد سواء بوجودي معاكم الله يسلمك وباسره البرنامج كامله وبريحه الاكل وطعمه ما شاء الله. طول لي عمرك. والحين نقول لكم هالنقصه حق وجد عاد هي تصرف فيها. أنا بخليها عندكم وداود وتشوفون أنتوا أسرة محتاجة متعففة ما قصرتي أي أحد محتاج ياكل هالأكل الطيب وعليهم بألف وستين عافية. الله يعافيك وسلم عمرك تسلمين. أقول لكم نشوفكم إن شاء الله بنقصة جديدة وفي حلقة جديدة وفي أكل جديد.